السلام عليكم، معاكم ضحى أسامة من شركة Creative Group. إن شاء الله النهاردة هناخد إزاي نطبق أو ننفذ أمر الـ Edge Flange في جزء الـ Sheet Metal. هنبدأ مع بعض، نفتح من قائمة File New وهنفتح Part and OK. هنرسم Sketch على الـ Top Plan وهيكون عبارة عن هنرسم Center Rectangle وهنختار هنمسح بس الدايجنال دي وهنختار التو ايدجز دول ونعمل ريليشن ما بينهم انها تكون ايكوال وندي سمار دايمنشن للسايد او اي سايد منهم ونخليه 100 عشان يطلع لي سكوير يعني مربع ونقول له اوكي اند سيف. ومن قائمه شيت ميتل هنطبق امر فلانج. هنعمل مثلا ان الثيكنس تكون 1 ونقول له اوكي. هنلاقي بعد كده ان امر ايدج فلينج اتفعل وهنختاره وهنبدا نختار الايدجز اللي احنا محتاجين ان احنا نعمل لها فلينج. تمام، وابدا انا اديله المسافه يعني، او بقول له هنا مثلا المسافه اللي انا عايز احددها قد ايه من الفلينج لينز. ونبدا نرجع تاني ونختار مثلا الايدج دي كمان معايا ودي كمان ودي كمان. تمام، المنظر ده. هنبدا بعد كده نقول له خلاص ده الفلنج بوزيشن بتاعتنا وهنقول له اوكي. هنلاقي ان باقي الفراغات ما بين الاجزاء وسبب انها موجوده بسبب اننا عشان الشيك ميتال يقدر يعمل فلاتن يقدر يعمل افراد للشكل. فهندخل هنا على امر فلاتن هنلاقي ان الشكل اتعمل له الافراد بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ممكن يجي هنا من فيو اورينتيشن ونشوف التوب عندنا هنلاقي فعلا ان الجزء معمول له مسافه للبند وللافراد بالمنظر اللي احنا شايفينه. ممكن نرجع من هنا نقول له اعمل لي رول باك علشان كانه ما طبقتش الامر ويفيل الامر اخر امر نفذته، او ارجع تاني اقول له رول تو اند عشان يطبق لي كل الاوامر اللي انا نفذتها، او باجي هنا برضو اقول له الغي لي امر فلاتن او اقفله لي علشان يقدر الشكل يرجع تاني فولدد مقفول بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة او شانل اليوتيوب شانل لشركة Creative Group وشكرا لمتابعتكم.